مساء الخير. أنا متشكرة جداً جداً للدعم الدائم اللي أنا بحس بيه من حضراتكم، متشكرة لكل كلمة علمتني وفهمتني. بشكر همسة وبشكر المهرجان ده، لأنه دي المرة الكاملة، مش عايزة أعيد. يا رب دايماً أبقى مميزة. بس ليا شرف كبير قوي 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 إن الدورة دي باسم مامتي، وهي الحقيقة مش بس ممثلة رائعة وأستاذة قديرة، هي سند قلبي وروحي وأهم أو من أهم نعم ربنا ليا. فمتشكرة أنا مع حضراتكم ومع كل النجوم، ويا رب دايما مبدعين، ويا رب دايما مصر مصدر إلهام كل المبدعين. شكرا. استطاع أن يصنع لنفسه مدرسة خاصة، مدرسة العمق في الأداء والبساطة في توصيل المشاعر. حفر اسمه بين الكبار فأصبح من الكبار. جائزة أحسن ممثل محمد ممدوح. عايزين كلمة من تايسون بقى. تحية كبيرة لأحسن ممثل، الفنان المبدع محمد ممدوح. مساء الخير. شكرا، مبسوط جدا ومتشرف بكل حاجة، وشكرا للاستاذ فتحي من الجميع. شكرا، تشرفنا. قبل ما نكمل بقى جوائز الشهر، صوره جماعيه لنجوم الدراما ومن النجوم اللي اتكرموا النهارده. اتفضلوا معايا عبير صبري، علي الحرباوي، طبعا الشيف تهامي، كل المبدعين هاني لاشين. انا مش عايزه انسى خالد حميد. اتفضلوا، صوره تذكاريه. وهنكمل ولسه هنكمل مع بعض ومكملين. يا ريت ما نمشيش عشان عندنا جوائز مهمه. طبعا النجوم الشباب المبدعه، عمر الشريف القمر فين، المبدعين كلهم نجوم الدراما. احنا بنشكركم على بنشكر نجوم الدراما على تعبهم وانهم بيشتغلوا في الوقت ضيق ويدونا من وقتهم وصحتهم ووقت صيام في رمضان عشان يقدموا لنا اعمال جميله. مبروك لصناع الدراما، مبروك لإبداعهم.